سمعنا صوت شي ضرب على الأرض، ولما طلعت أنا ومحمد لقيناها واقعة. مسكينة، هالحمامة رح تروح على الجنة، ما هيك ماما؟ انت ادعي لها بس وهي اكيد رح تفوت على الجنة. كأنه رح تمطر، الأفضل إنه نفوت. يلا إن شاء الله يكون هالمطر خير. مين اللي إجا جنان؟ مو مبين سلطانة، مو مبين معي من هون. سلطانة، ماما، بابا رجع على القصر. ألف حمد وشكر إلك يا رب. بابا ليش ما أجا يا تشالي جالي؟ يعني راح على اسطنبول وبعتك لتاخدنا؟ والفهد وينه؟ ليش ماله معك؟ ليش ما عم ترد علي يا تشالي جالي؟ سألتك سؤال جاوبني عليه. تشالي جالي؟ وينه مصطفى؟ ابني ليش ما اجا؟ شو صار تشالي جالي؟ قول شو صار لسمو الأمير؟ سلطانة، سمو الأمير أعطاكن عمرهم، البقية بحياتكم. بابا، ابني شو عملوا فيه؟ وينه مصطفى؟ سلطانة، مولانا السلطان وبخيمته أعدم سمو الأمير. سلطانة، والفهد، البقية بحياتك يوسف.
انتبه على حالك منيح. أنت أهم وأغلى شخص عندي بهالحياة وعايش مشانك يا ابني. أنا بموت إذا صار لك شيء يا مصطفى. صدقيني هالخوف ما له أي داعي. بكرة بتشوفي. سلطانة، بابا أكيد راح الجنة وهلأ هو عم يستنانا هنيك. لا تبكي. ليش قتلوه يا سلطانة؟ شو ذنبه هو؟ شو عمل؟ ولا شيء. صدقني ما عمل أي شيء. دفع ثمن ذنب ما ارتكبه. جدك ضحى بابنه. وينه مصطفى يا تشالي جالي؟ ولا تركته للوحوش ياكلوا؟ جنازة سموه الأمير طلعت باتجاه بورصة يا سلطانة. هيك أمر مولانا السلطان، وأمر كمان بأنه كلياتكم تروحوا على بورصة، ومن اليوم ورايح رح تعيشوا هنيك يا مولاتي. الله يلعنه لهالظالم يلي بلا قلب. الله لا يوفق كل واحد تسبب بموت ابني مصطفى مثل ما حرق لي هالظالم قلبي. الله يحرق له قلبه. يا رب ابعث له نار من جهنم تاكل له قلبه وروحه لهالظالم، وتحرقه مع كل نفس، وكل ما تبرد ناره ارجع احرق له قلبه وعذبه. الرجال برا يا سلطانة ناطرين خبر منكن. ما رح نروح من هون يا تشالي جالي. نحن هذا مكاننا، ما رح نتحرك خطوة وحدة، مستحيل نترك أماسيا. بدنا نروح يا نرجس الشاف، بدنا نروح. لأنه وين ما بيكون ابني مصطفى بيكون مكاننا.
هو وعدني سلطانة، قال لي إنه رايح وراجع مستحيل يتركنا، وعدني هون بهالغرفة، وعدني يرجع. طلبت منه ما يروح، ترجيته. كل شي كان عم يترجى ما يروح لهونيك، الطيور والأشجار وحتى الحجار كانت تنادي له وتقول له لا تروح، بس راح أخذ روحي وقلبي معه وراح. عن جد يا سلطانة مو قدرانة أتحمل غيابه، حاسة مو قدرانة أتنفس يا أمي. مو قدرانة أتحمل غيابه عني. بعرف يا أمي هالقصة، طولي بالك. قالوا لي إنك مو رضيانة تروحي على بورصة. ما فيني روح يا سلطانة، ما فيني روح. لو بتعرف شو اشتقت لك، اشتقت لقعدتي جنبك. أوقات بحس إني عم اختنق وما عم بقدر اتنفس، شفتك بالسر ما عم تكفيني. أماسيا هي المكان اللي بلش فيه حبنا، رح نفتح صفحة من أول وجديد بعيد عن كل المشاكل والحروب اللي عم تصير حوالينا. حاسة إذا بطلع من هون كأني عم خونه، وإنه عم خون وعدي إله، مستحيل أقدر روح من هالمكان، ما فيني. وفوق هيك أوامره للسلطان ما بتهمني ومو مجبورة نفذها. روحتنا عبورصة مو لأنه هالظالم أمرنا بهالشي، لأنه مصطفى رح يكون هنيك يا حبيبتي. لازم نقوم بواجبنا الأخير تجاه مصطفى يا مهرونيسة. سلطانة، كنت بتمنى أروح معكم. انتبهوا على يوسف. لا تاكل هم تشلي جالي، يوسف أماني من الفهد. سامحنا يا تشلي جالي، أنت كنت صديق المقرب لمصطفى. سلطانة، أصلاً أنتوا اللي لازم تسامحوني. سامحيني سلطانة، ما قدرت أوقف بوشهم وما قدرت أمنعهم، ما قدرت أحمي سموه الأمير. أنت ساويت يلي عليك. الله يخلي لنا الناس سبوا الأمير، 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 الله يخلي لنا الناس سبوا الأمير،
محمد يا سمود أمير يا سمود يا رب يا رب، لقد هز هذا العالم خطب جلل، فمن كان سيحكمه استعجل الأجل. غاب وجهه المنير كالشمس فتزعزع النظام، بالحيلة والخداع جعلوا آل عثمان يذنبون. ضايقهم ذكر اسم البطل على لسان السلطان، وبافتراءاتهم وأكاذيبهم جعلوا السلطان سليمان يستدير حيث يريدون. أبكوا عيوننا وأحرقوا قلوبنا بنار الفراق، بينما هو بريء مثل براءة الذئب من دم يوسف. سقط في البئر بغدر الأخوة الأشقياء، وعذب كل من حوله بلوعة الفراق. يا ليت عيني لم ترى موت الأبناء على يد الآباء، يا ليت عيني لم ترى موت الأبناء على يد الآباء. دستور مصطفى يا حبيبي. يا روح قلب أمك يا مصطفى، كيف فرطوا فيك هيك يا ابني؟ بيقتلوا روح بريئة؟ الله يجازي كل واحد له ايد بموتك يا ابني. يلا قوم وقف، قوم يا ابني، انت مكانك مو هون ابدا، انت لازم تعيش. انا شو رح اسوي بدونك؟ كيف رح أقدر أعيش بلاك؟ أنا مين إلي غيرك بهالحياة يا مصطفى؟ يلا افتح عيونك يا ابني، يلا رد علي يا مصطفى يا روحي.
إبراهيم باشا. خير؟ شو في يا محمود آغا؟ مولانا السلطان قرر يعينك والي اسطنبول يا باشا، بالإضافة كلفك بشغلة كتير مهمة وراح تبدأ فيها فورا. راح تروح على بورصة. سلطانة أم سلطانة، الله يرحمك، خلاص بكفي. أنت شو عم تساوي هون؟ ليش اجيت وكيف بتتجرأ؟ أنت وإخواتك وأمك ما شبعتوا دم وحقارة؟ اللي شو لسه بدكم؟ أنا كمان عم أتوجع مثلكم. أنا خسرت قطعة من روحي. لو كنت بعرف ما كنت خليت أخي يروح لهنيك بنوب. أنت كمان مذنب مثلهم، ما قدرت تخبي الأسرار يلي أمنك عليها، وهلأ جاية تقلي مالك ذنب بالموضوع؟ الله بيشهد علي إنه أنا كتير كنت بحبه. وجعي هو نفس الوجع اللي حاسة فيه أنتي. أنت بتضلك ابن هيام، ورح تضلك حامل هالذنب جواتك طول ما فيك نفس، وما رح يتركك.
ادخل. سلطانة، سلطانة، شوفي يا جنان، من شوي اجا ابراهيم باشا والي اسطنبولي يا سلطانه وطالب يشوف حضرتك. وهات شو اللي جابه لهون؟ ما عندي معلومات يا سلطانه. سلطانه، الله يرحم سمو الامير ويجعل مثواه الجنه يا رب، والله يصبركن. آمين. شو جابك لهون؟ أكيد ما قطعت كل هالمسافة مشان تعزينا. مولانا السلطان أمرني إجي لحتى أخبركن إنه خصص لكم قصر كامليك لتعدوا فيه، ورح نسافر بكرة وأنا رح رافقكم بنفسي. وليش لحتى نروح لهنيك؟ قصر كامليك على شط البحر، وكمان حجمه أكبر من هذا القصر وقريب من العاصمة. مولانا السلطان بيشوف إنه رح ترتاحوا كتير بهداك القصر. روح وقول لسلطانك يا باشا ما رح يتغير شي حتى لو أخذنا على العاصمة. نحن ما رح نشوف الراحة من اليوم مثل ما رح تكون حياته تماما. أنا عبد مأمور يا سلطانة، ولازم ننفذ أوامر مولانا السلطان بأسرع وقت ممكن. حضروا حالكن، بكرة رح أجي أخذكن. سلطانة. هاي مو علامة خير بنوب يا سلطانة، شو بدهم يعملوا فينا أكتر من هيك؟ هنن بدهم يعني نكون بعاد عنهم، خايفين نساوي لهم مشاكل. مثل ما توقعنا يا باشا، الأهالي ضايجين وما رح يسكتوا. والانكشاريين عددهم كتير قليل بالعاصمة، أغلبهم بالحملة، بس مع هيك هن قايدين هالتمرد وعم يجمعوا الناس حواليهم. خود التدابير يا سوكولو. عم بعمل جهدي يا باشا، بس من المفيد لحضرتكم انه تختفوا عن الانظار بهالفترة، حتى بقترح عليكم انه تبعدوا عن العاصمة. انت ساوي اللي عم قلك عليه وبس. سنان، هذا الزلمي أنا ما بوثق فيه، وطالما أنه انعزلوني من وظيفتي بفضل أنه يخلص مني. خليك هون ولا تخلي حدا يقرب من قصري. أنت كون مطمئن. لشو عم تجهزوا حالكم؟ حنروح لعند السلطانة، لشو هالسؤال؟ ما رح تروحوا لمطرح، اوعى تخطوا خطوة برات هذا القصر. ليش؟ شو في؟ صاير تمرد يا مريم، رح يجوا لهون لحتى يقتلوني. سلطانة، قال لي إبراهيم باشا إنه رح يرجع يجي بكرة، شو بتأمري؟ يلي عم فكر فيه كتير مخوفني، بلكي عم يسعو ورا الأمير محمد، بلكي نيتهم إنه يقتلوا ابني. لو بده هذا الشي كان من زمان قتلوا، حتى كان قتلوا قدام عيوننا يا مهرونيسا. أنا ما عاد أوثق بأي حدا يا سلطانة. وأنا مثلك كمان،
نحن لازم نروح على كملك يا سلطانة، وإلا رح ياخدونا بالقوة. سلطانة يا خانم، سمو الأمير محمد المفروض يركب بعرباية لحاله. وهالإجراء شو إله لزوم؟ لأنه هيك الأصول، ونحن لازم نلتزم بالقواعد وننفذها. أنا أمرت إنه يبنوا ضريح للمرحوم الأمير مصطفى، حتى لو بده يكلفني كل ثروتي، مشان كل يلي بيحبوه يقدروا يزوروا ويدعوا للأمير بالرحمة. دعاء ما بيكفي يا مولاتي، إذا كانوا عن جد بيحبوا للأمير فلازم ينتقموا له، لأنه هاي هي رغبتي الوحيدة. شو اللي صار؟ ليش وقفنا؟ هلأ رح نعرف. خير، شو اللي صار؟ الدولاب انكسر يا خانون، نحن لهيك وقفنا. شو صار؟ ليش وقفنا؟ انكسر الدولاب يا مولاتي. حدا يروح يخبرهم انه وقفنا. يلا روح خبرهم، انت شو ناطر؟ شوف عرباية السلطانات كأنها مو ماشية ورانا. لا تاكل هم يا سمو الأمير، رح يلحقونا، بيكونوا ورانا بس مو مبينين عليك. لكن خليهم يوقفوا العرباية. سمو الأمير عود لو سمحت. إبراهيم باشا اسمعني، أنا بأمرك إنه توقف هاي العرباية فورا. سامحني يا سمو الأمير، هاي أوامر مولانا السلطان، من هون ورايح ما رح تشوف والدتك أبدا. We'll be right back.